السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت بلس برايمري 2 الصف الثاني الابتدائي ترم 1 الترم الاول، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسه بنكمل مع بعض شرح يونت 1. ready get set go. ready get set go، اجهز استعد انطلق. وعندنا ستوري جميلة جدا في يونت 1 اسمها a game in the park. a game يعني لعبة، in the park، in the park في المتنزه، وطبعا بارك يعني متنزه يعني حديقة، المكان اللي احنا بنروح نتفسح فيه. A game in the park، لعبة في المتنزه. وأول حاجة narrator. narrator يعني الراوي، القصاص، أي شخص بيحكي لنا حكاية، بيقول لنا قصة، ده اسمه narrator. narrator يعني الراوي، القصاص، الشخص اللي بيحكي القصة أو الحكاية. narrator القصاص بيقول ايه او الراوي بيقول ايه؟ It's a sunny morning. It's a sunny morning، انه صباح مشمس. sunny يعني مشمس، morning يعني صباح. Amir has a new kite. Amir لديه a new kite، طائرة ورقية جديدة. narrator It's a sunny morning. Amir has a new kite. أمير بيقول بقى Hello فارس، أهلا يا فارس. Do you want to come to the park؟ Do you want، هل تريد، to come، أن تأتي، to the park، إلى المتنزه. أمير Hello فارس، Do you want to come to the park؟ فارس بيقول Hello أمير، أهلا يا أمير. That's great idea. That's a great idea، يعني هذا رأي عظيم، ده رأي جميل جدا يا أمير. فارس Hello أمير. That's a great idea. That's a great idea، يعني هذا رأي عظيم. أمير بيقول له I have a new kite. I have، أنا أملك، أنا لدي. A new kite. A new kite، طائرة ورقية. New يعني جديد. أمير I have a new kite. فارس بيرد عليه وبيقول له Let's fly it. Let's fly it، دعنا نطيرها. Let's يعني دعنا، fly يطير، fly it نطيرها، خلينا نروح نطيرها في البارك. Narrator الراوي بيقول فارس and Amir walk to the park with Amir's parents. فارس and Amir، فارس وأمير، walk to the park. walk يعني تمشى، to the park، إلى المتنزه. with Amir's parents، مع والدي أمير. مرة كمان narrator فارس and Amir walk to the park with Amir's parents. فارس بيقول good morning how are you. good morning how are you، صباح الخير، كيف حالكم؟ هو بيقول طبعا لأمير's parents أو والدي أمير Good morning، صباح الخير. How are you، كيف حالكم؟ Mom and Dad، الأم والأب، بيقولوا We are fine، thank you فارس. We are fine يعني نحن بخير. Thank you فارس، شكرا لك يا فارس. We are fine، thank you فارس. Mom، الأم بتقول فارس، يا فارس، This is Amir's granddad. This is Amir's granddad، هذا جد أمير، ده جد أمير. فالمفروض فارس هيرد عليها، بس هم طبعا كاتبين في الكتاب بتاع الوزارة أمير، وفي الكتب الخارجية كمان أمير، فهو المفروض هنا فارس هو اللي بيرد. فالمفروض ده فارس. فارس بيقول Hello، أهلا، It's nice to meet you. It's nice to meet you، من اللطيف مقابلتك. nice يعني لطيف، meet you أن أقابلك. It's nice to meet you، من اللطيف أن أقابلك.
فجرانداد جرانداد الجد بيرد عليه وبيقول له It's nice to meet you too فارس، من اللطيف مقابلتك أيضا يا فارس. فخلوا بالكوا يا أصحابي اللي بيقول هنا Hello it's nice to meet you، ده المفروض فارس مش أمير. مرة تانية الجد بيقول Granddad بيقول It's nice to meet you too فارس. بعد كده narrator أو الراوي بيقول They walk to the park، they walk هم مشيوا to the park إلى المتنزه. أمير بيقول This is a nice place، this is هذا a nice place مكان لطيف. Look at my kite، انظر إلى الطيارة بتاعتي. It's white blue and red، it's white blue and red هي لونها أبيض وأزرق وأحمر. فارس بيقول It's great، إنها عظيمة، شكلها جميل جدا. It's great، great يعني عظيم. داد الأب بيقول Let's fly it here، خلينا نطيرها هنا. Let's دعنا fly it نطيرها here، here يعني هنا. Let's fly it here. فارس بيقول It's a windy day، it's a windy day، windy يعني يوم عاصف، في رياح كتيرة، في هواء كتير. It's a windy day، إنه يوم عاصف. Now، now يعني الآن. مرة كمان It's a windy day now. أمير بيقول Yes it is، yes it is، yes it is يعني نعم هو كذلك فعلا، النهاردة windy day. بعدين بيقول Look انظر My kite is flying، الطيارة بتاعتي بتطير، طايرة في الهواء اهي. ففارس بيقول له Let's run أمير، دعنا نجري يا أمير. مرة كمان أمير بيقول Yes it is، نعم هو كذلك، النهاردة windy day. بعدين في full stop أو نقطة، ففي جملة جديدة هتبدأ، فبيقول Look انظر، وبعدين في هنا exclamation mark بتدل على التعجب، علامة التعجب. Look انظر My kite is flying، الطيارة بتاعتي طايرة. ففارس بيقول له Let's run أمير، Let's run أمير يعني دعنا نجري يا أمير، run يعني يجري. narrator الراوي بيقول فارس and أمير are running، فارس وأمير are running بيجروا. The kite is flying in the sky، the kite الطائرة الورقية is flying طائرة in the sky. dad الأب بيقول أمير be careful، أمير be careful يعني كن حذر، خليك حذر يا أمير. there are two kites، في هناك طائرتين ورقيتين تانيين. there are two kites يعني هناك طائرتين ورقيتين، في طيارتين تانيين طايرين هناك يا أمير، فبي careful أو كن حذر. مرة تانية dad أمير be careful There are two kites. ففارس بيقول Look انظر It's my cousin وائل، It's my cousin إنه ابن عمي أو ابن خالي وائل. Look It's my cousin وائل. He has a kite too، He has هو يملك، هو لديه A kite طائرة ورقية To يعني أيضا. Look It's my cousin وائل، he has a kite too. فوائل شافهم وبيقول لهم Hello فارس، Hello أمير، أهلا يا فارس، أهلا يا أمير. I like your kite، I like your kite، أنا حابب الطيارة بتاعتكم، الطيارة الورقية بتاعتكم. I like أنا أحب your kite، your kite طائرتكم الورقية. مرة كمان Hello فارس، Hello أمير، I like your kite. ففارس بيقول له It's nice to see you well، It's nice to see you يعني من اللطيف أن أراك، من اللطيف رؤيتك وائل يا وائل، It's nice to see you well. فوائل بيرد عليه وبيقول له We are having a picnic، We are having a picnic، إحنا عندنا رحلة خلوية، احنا في نزهة دلوقتي في مكان مفتوح.
We are having a picnic. هو بيتكلم طبعا عن نفسه وعن أسرته. احنا عندنا نزهة النهاردة في مكان مفتوح وده بيسموه picnic. picnic يعني نزهة خلوية، يعني رحلة كده تروح فيها وتقعد في مكان مفتوح. We are having a picnic. Do you want, هل تريد to come with us, أن تأتي معنا؟ أن تأتي معنا؟ Do you want to come with us؟ فهو بيقول لهم تحبوا تيجوا معنا؟ فمرة تانية وائل We are having a picnic. احنا في نزهة خلوية. Do you want to come with us؟ تحبوا تيجوا معنا؟ Do you want، هل تريدوا to come، أن تأتوا with us يعني معنا، with مع us نحن، with us معنا. ففارس وأمير، فارس and أمير بيردوا عليه وبيقولوا له yes please. yes please يعني نعم لو سمحت. narrator الراوي so Amir's family and Wael's family all have a picnic together. so لذلك Amir's family عائلة أمير and Wael's family وعائلة وائل all have a picnic together. كلهم كانوا في رحلة خلوية في نزهة في مكان مفتوح. together together يعني معا. وأمير بيقول في الآخر what a lovely day. lovely يعني جميل. what a lovely day له من يوم جميل. what a lovely day يعني له من يوم جميل. وطبعا يا أصحابي الكلمات المهمة هنا، أول كلمة هي park. park يعني متنزه يعني حديقة. sunny sunny يعني مشمس. kite kite يعني طائرة ورقية. granddad granddad يعني الجد. butterfly butterfly فراشة. scissors scissors مقص. special special مخصوص. special مخصوص. cookies cookies يعني بسكويت. windy windy يعني عاصف كثير الرياح. careful careful حريص. picnic picnic نزهة خلوية. together together يعني معا. lovely lovely يعني جميل. birthday birthday عيد ميلاد. meal meal وجبة. and color color يعني لون. وتعالوا نحل بعض الأمثلة على الجزء ده. هنا بيزي بي بتقول لنا read اقرأ and write t for true. t for true true يعني صح. or f for false أو اكتب f for false. false يعني خطأ. يبقى لو الجملة true أو صح هنكتب هنا حرف t، ولو هي false أو خطأ هنكتب هنا حرف الاف. فأول جملة بتقول أمير has a new bike. أمير has a new bike. أمير لديه دراجة بايك جديدة. أمير كان لديه دراجة جديدة. طبعا false، هو كان عنده ايه؟ كان عنده new kite. فهنكتب هنا F زي ما احنا شايفين قدامنا. أمير and فارس want to go to the park. أمير وفارس want يريدوا to go to the park أن يذهبوا إلى المتنزه. true ولا false يا أصحابي؟ شاطرين طبعا true، لأن هو لأنهم فعلا كانوا عايزين يروحوا البارك. فنكتب هنا T for true اللي هي صح يعني. ثالث جملة بتقول أمير's parents والدي أمير drive قادوا السيارة to the park. to the park إلى المتنزه يعني هم رايحين البارك سايقين العربية. هل يا ترى ده صح ولا غلط؟ وطبعا يا أصحابي drive drive بتيجي للكار، فما drive يعني أنا أقعد جوه العربية وأقفلها عليا وأشغلها وأمشي بيها كمان، ده اسمه drive. drive يعني يقود سيارة. فبيقول لك هنا أمير's parents والدي أمير drive to the park. drive to the park قادوا السيارة إلى المتنزه. هل يا ترى الكلام ده true ولا false؟ طبعا false، لأن هو قال لنا they walk
to the park. They walked to the park. هم مشوا إلى المتنزه. طب فارس meets Amir's granddad. فارس meets فارس قابل Amir's granddad جد أمير. ده true ولا false يا أصحابي؟ شاطرين طبعا true لأن فعلا هو قابل Amir's granddad. فنكتب هنا T for true. Amir's kite is green and white. طيارة أمير green أخضر and white وأبيض. طبعا false لأنها كانت white, blue and red. كانت أبيض فأزرق فأحمر. فنكتب هنا F زي ما احنا شايفين قدامنا لأن هي كانت white, blue and red. طب بيقول لنا هنا It's a cloudy and rainy day. Cloudy يعني مليء بالسحب يعني غائم. And rainy وممطر. Day يعني يوم. هو اليوم ده كان cloudy and rainy ولا كان windy يا أصحابي؟ شاطرين طبعا هو كان windy. فطبعا دي false أو خطأ فنكتب هنا F. فارس and أمير are running. فارس وأمير بيجروا. ده true ولا false يا أصحابي؟ طبعا true لأن هم فعلا كانوا بيجروا. وائل doesn't have a bike. وائل ما كانش عنده دراجة. وائل doesn't have a bike. وائل لا يملك دراجة. ده true ولا false يا أصحابي؟ طبعا true لأن وائل كان معاه a new kite أو طيارة ورقية جديدة. فنكتب هنا T for true. وآخر حاجة Amir's family. Amir's family أسرة أمير. And وائل's family وأسرة وائل have a picnic. خرجوا في رحلة خلوية مع بعض. Have a picnic. كانوا في رحلة خلوية مع بعض. كانوا في رحلة في مكان مفتوح مع بعض. ده true ولا false يا أصحابي؟ شاطرين طبعا ده true أو صح لأن هم فعلا خرجوا مع بعض لما تقابلوا في البارك. فنكتب هنا T for true زي ما احنا شايفين قدامنا. طبعا unit 1 فيها جزء خاص بالماس أو بالماثماتكس بالرياضيات. الجزء الخاص بالماس فيها هو ازاي ان احنا لازم نكون عارفين وحافظين النمبرز from 1 to 100. لازم نبقى عارفين نكتب النمبرز أو الأرقام من 1 لحد 100 بالحروف وبالأرقام كمان. فلازم نكون عارفين ده ونحفظ النمبرز from 1 to 100. وفي هنا تدريب جميل قوي على الجزء ده. بيزي بي بتقول لنا هنا look and write. look and write انظر واكتب. فأول حاجة مكتوبة هنا 36. حد يقدر يقول لي 36 بتكتب ازاي يا أصحابي؟ شاطرين هي دي 36 أو 36. طب 99. مين يقدر يقول لي بتكتب ازاي 99؟ شاطرين هي دي 99 أو 99. 61. مين يقدر يقول لي ازاي بنكتب 61؟ شاطرين برضو هي دي 61. 35. مين يقدر يقول لي ازاي بنكتب 35؟ شاطرين هي دي 35 او 35. 49. مين يقدر يقول لي ازاي بنكتب 49؟ شاطرين هي دي 49 او 49. 57. 57. مين يقدر يقول لي ازاي بنكتب 57؟ شاطرين هي دي 57. 56. 56. مين يقدر يقول لي ازاي بنكتب 56؟ شاطرين هي دي 56. 28. 28. مين يقدر يقول لي ازاي بنكتب 28؟ شاطرين هي دي 28 او 28. 100. 100. مين يقدر يقول لي ازاي بنكتب 100؟ شاطرين هي دي 100 او 100. 93. 93. مين يقدر يقول لي ازاي بنكتب 93؟ شاطرين هي دي 93 او 93. 86. 86.
مين يقدر يقولي ازاي بنكتب 86؟ شاطرين، هي دي 86. واخر حاجة 13. 13، مين يقدر يقولي ازاي بنكتب 13؟ شاطرين، هي دي 13. وبكده نكون انهينا حل المثال ده وانهينا مع شرح درس النهاردة. اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس. لو اعجبك الدرس اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو، والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة وهتفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.